بختام المرحلة الرابعة بالموسم الماضي أيضا كنا بالمرحلة الخامسة، وأيضا كانت مباراة العهد والرسنج على هالملعب تحديدا لحظة انطلاق المباراة مع إشارة محمد درويش، كان عم يعمل حركة فنية مهمة جدا داخل المنطقة ما مدوه، أيضا بحد الكرة مع التدريب. يا سلام على الكرة العهدوية، عرضية لداخل منطقة الجزاء ما مدوه ما بعرف كان عم يلعب كرة عرضية فعلا بتوصل لعند دنس، أيضا بعيدة لداخل منطقة الجزاء، ممكن أول أهداف العهد أمام بطل لبنان العهد، كل شيء ممكن بهالمباراة. عم بيتقدم سير سعيد خطير، ممكن يسدد سعيد، عم بيسدد هالكرة. تيتا فاليريو مدرب النجمة ومولدوفان مدرب الرسنج بالوقت اللي هناك، خطأ ممكن أول هدف جول. أي خطأ يا محمد سانتينا، أي خطأ وقدام مين عم تخطئ الخطأ؟ حسن شعيته ما بده أفضل من هيك ليستعيد عافيته بالمباريات، ليستعيد ثقته بالنسبة للقاءات. هو كان بعيد كتير عن حساسية المباريات، كلنا بنعرف موني أنه بعيد عن حساسية المباريات. شوفوا الأخطاء الدفاعية، شوفوا الأخطاء الكبيرة، الأخطاء ممكن يستفيد منها موني. أيضا مجددا صاحب الرقم 80 موني، واحد على واحد خطير بيلعب كرة مشان جول. واحد على واحد خطير يا موني، واحد على واحد مهاري يا موني، واحد على واحد لعيب يا موني. بكل بساطة بالهدف الأول قلت أنه يعني بدك تستعيد عافيتك أفضل من خطأ لمحمد سانتينا لتستعيد ثقتك بنفسك. بتعود للراسينج خطير جدا من الناحية اليسرى، أوكتافيان ممكن يمر الروماني واحد على واحد بيلعب الكرة ولكن سهل جدا. وبهالوقت إذا محمد درويش عم يعلن عن نهاية أحداث المباراة بفوز صعب للعهد على الرسنج بنتيجة 2-0. مباراة يعني شوي صعبة من الطرفين، كنا عم نقدم فبول، تاني شوط تحسن أداء الفريق، قدرنا أنه نتقدم بهدف وبهدفين، كان أداء الفريق جيد فينا نقول، لأنه قبل كان خاطر لتسجلوا، شو سبب برأيك؟ كمان توفيق يعني؟ لا أكيد يعني كنا نحن مسيطرين على المباراة، لا قدرنا نسجل، تسجلنا مأخرين بس انه الحمد لله اللي قدرنا نسجل، انه ثاني شوط وفتحت معنا يعني الحمد لله وكان اداء جيد. طبعا انا برايي اليوم نحن كل مباراه عم ننظرها هي مباراه نهائي، مباراه كانت صعبه ما هي سهله. الشوط الاول صح لنا فرص ما استغليناها، الشوط الثاني مثل ما شفت يعني سجلنا جول فتحت المباراه، شفنا فريق الراسينج طلع لقدام، الشوط الاول كان متكتل ورا. بنقول انه فريق راسينج قدم مباراه كبيره، نفس الشيء العهد انا برايي اليوم افضل مباراه اديناها من ناحيه الاداء والنتيجه. اول شغله العهد فريق كبير والراسينج كمان هالسنه كثير عم تحضر صح، عملنا معسكر كوتش على اعلى مستوى، اجانب ممتازين، الكوتش قدر يقفل اول شوط كل نقاط قوه العهد، بس مع فريق مثل العهد ما فيك تغلط ولا غلطه، قدروا هن يستغلوا الأخطاء اللي قلنا وقدروا يفوزوا. مبروك كتير كبير للعهد.